هاي مو الابدومينال اورتي صار لها بايفوركيشن بايفوركيشن انطتني كمون إيلياك آرتري هذول الكمون إيلياك آرتري كمون إيلياك آرتري راح يجي لحد هنا راح يجي يتقسم هذا الاكسترنال وهذول المنانة الانترنال هذا الاكسترنال وهذول المنانة الانترنال تمام وهذا الميديا ميديا ساكرا آرتري هاي خلاصنا هنا نجي على هاي ناخذ الانتيرير كومبارتمنت يعني ما لنا علاقه لا بالبوستيرير ولا بالهاي اهم شيء الانتيرير كومبارتمنت اللي هي راح تغذينا الاجزاء الاساسيه اللي دريها عندنا رقم 2 رقم 2 اللي هو الاوبتريتر هذا اللي هو الاوبتريتر ارتري الاوبتريتر ارتري اللي يفوت وين بالاوبتريتر كانال انطاني تفرع علما انطاني للسوبيريور فيزيكال ارتري رقم 2 هذا superior physical artery إذن الأول واحد اللي هو الobturator artery انطاني تفرع للsuperior physical artery أوكي اللي إلما غذالي superior surface of urinary bladder رقم 3 رقم 3 ان شاء الله حتى اجيب ورقه على على يعني على الجروب اوكي هسه رقم 3 شنو عندنا عندنا الامبليكال ارتري الامبليكال ارتري قلنا شنو ارايزنج من عنده همين الارايزنج من عنده هو سوبيريور فيزيكال ارتري رقم 8 تمام زين 4 مهم 4 اللي هو شنو الانترنال بودندال ارتري الانترنال بودندال ارتري ينزل ينطيني انمن لللور بارت اوف الركتم ينطيني شنو تفرع شنو للانفيريور ركتال ارتري الانفيريور ركتال ارتري رقم 7 حيكون انفيريور ركتال ارتري هذا يغذينا اللور بارت اوف الركتم رقم مهم قلنا بعد رقم 4 رقم 5 رقم 6 اليوتراين ارتري بقى رقم المهم بعد اليوتراين ارتري شوف مين طلع اليوتراين ارتري هذا فات لي هنا له وانطاني جزء هذا صغير الفاجينال ارتري اوكي اللي هو راح ينزل للفاجينا رقم يعني هو بعد قلنا مهم 6 حكينا 7 قلنا اللي هو هذا الانفيريور ريكتال ارتري 8 قلنا السوبيريور فيزيكال ارتري و 9 امبليكال ها ما لنا علاقه هذاني موجودات هسه اهم شيء شنو عندنا الاوبتريتر اللي بنهايته ينطينا شنو هذا الاوبتريتر يفوت وين بالاوبتريتر كانال زين